الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وعظيم حزن الصحابة على فقده. وبدأ الخبر ينتشر في المدينة، صعق الناس، ذهل الناس، لم يصدقوا الخبر. أما عمر فأخذ سيفه وهدد الناس: من زعم أن رسول الله مات ضربته بالسيف. أسرع أبو بكر من بيته لما سمع بالخبر إلى بيت ابنته، فلما دخل وجد ابنته عائشة تبكي، فإذا به يرفع الغطاء عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقبله بين عينيه ويبكي أبو بكر ويقول: طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم خرج إلى الناس فوجد عمر يهددهم، فإذا به يقول: يا عمر اجلس. ثم ذهب أبو بكر إلى المسجد، فتوجه الناس جميعا خلف أبي بكر يستمعون ماذا يقول، يتمنون أن لو كذب الخبر. فإذا به بعد أن حمد الله وأثنى عليه قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فإذا به يقرأ قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول حبر القرآن ابن عباس: كأننا نسمع هذه الآية أول مرة. أما عمر يقول: لما سمعتها خررت على الأرض أبكي. وبكى الناس جميعا. ما مرت على هذه الأمة مصيبة مثل مصيبة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب الناس إلى الناس. فإذا بالناس يتناقلون الآية في الطرقات: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقرؤون الآية في بيوتهم في الطرقات، كل بيوت المسلمين صارت ثكلى، الكل دمعت عيناه، الكل تفطر قلبه، أظلمت المدينة كلها. أي حزن خيم على المسلمين، أي مصيبة ألمت بهم. وتبكي السيدة الجليلة فاطمة الزهراء رضي الله عنها أبيها صلى الله عليه وسلم: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل أنعاه. ويقع الحدث الجلل بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ويبكي الصحابة رضوان الله تعالى عنهم، ويسكب دمع أبي بكر رضي الله عنه، ويعقر عمر رضي الله عنه، وتصير الوفاة حقيقة، وتذوق بيوت المدينة كلها طعم الموت مصيبة،
ويحاول الأحبة دفع خبر الموت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصدقون أنه صلى الله عليه وسلم قد مات. كانت ساعة وفاة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، الذي هو خير مولود وقائد عرفه هذا العالم، فجيعة عظيمة ومصيبة كبرى نزلت على الصحابة الكرام، وذلك لفقد نبيهم وحبيبهم محمد صلى الله عليه وسلم، فقد اضطربوا اضطرابا عظيما، فمنهم من دهش وذهل في عقله، ومنهم من أقعد لم ينطق الكلام، ومنهم من بسبب قوة دهجته وذهوله أنكر موته لظنه أنه يعيش بعدهم زمانا طويلا. وليس على معنى أن الرسول لا يموت صلى الله عليه وسلم، لكن حزن الصحابة وعظيم مصابهم بفقد نبيهم وحبيبهم محمد صلى الله عليه وسلم لم يخرجهم عن الصبر والتصبر إلى النياحة والندب والجزع، ولم يعص الله تبارك وتعالى واحد منهم مع عظم مصابهم ومصيبتهم بوفاة نبيهم الأعظم صلى الله عليه وسلم، التي هي مصيبة الأولين والآخرين ومصيبة المسلمين أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.